الميتانيين عاد عندهم شعور، شعور يشملهم كاملين مختلف مكوناتهم ومختلف مشاربهم درجة ثقافتهم. عندنا مشكلة مطروحة بما يتعلق بالمساواة، بما يتعلق بالتساوي الفرص، سواء كان ذلك في مجالات التعليم، مجالات السياسة، مجالات الاقتصاد، مجالات أخرى. غير مملي الأساسي أن هم اللي متوافقين متفاهمين عن نجد حل لهذا الموريتاني كامل، وعن نتقدم لهم اللي شورى خطوة أخرى عن العمل عنه. ما كان مسموح أنه يعدل إطار المكونة الواحدة، إطار اللي تعود الناس أخرى والمكونات أخرى شاكة والله تخوف والله عندها خشية من هذا اللي غير تعود الناس كاملة حوران. وهذا الشاك عن نمط تجديد وعن خاصة اللي قالوا الشباب موريتاني الله ينسجم فيه كامل. نحن نضالنا وإن كان بالميثاق يكبر العنوان الكبير اللي يظهر فيه قضية الحرارتين، لكن هو في حقيقته يستهدف وهدفه الأساسي العميق الكبير والنهائي هو عن اللي قالوا موريتاني عنها تعود دولة حديثة، دولة ديمقراطية، دولة مدنية يساوى فيها مواطنين كاملين ويعودوا مدي الفئات اللي كانت عندها مشكله مرتبطه بالتاريخ وممارسات التاريخ، تعود الناس اخرى فهمتها وتحترم هذيك الذاكره اللي عندها، يقدر مدي يعود هذا كامل مسار بناء موريتانيا. هذا العنوان عنوان متشعب وفيه الكثير كثير من المطبات وفيه الكثير الكثير من الجروح اللي ما انت حد يمسها له تعود مشكله، وقد يصنف على عنه طائفي أو شرائحي أو عنصري بلغة بعض الإخوان. يا غير هذا الموضوع لابد منا نقدم السوه ياك نعود ونعرفه. أولا كيف هو المقارنة غير واردة به، المادة كانت تحت خدمة وكانت تحت الاسترقاق قطعا عن تمثيلها السياسي، هي ومادة أخرى كانت متموكة وكانت هي مصدر اقتصادها، ما يقدر يعودها متوازن. هذه إشكالية. هذه الشريحة والعود صادق المعروف من قالها الحراطين أو العبيد السابقين ما كانت على المستوى الاجتماعي يسمح لها اليوم اللي تعود عنها تمثل أو عندها النصيب المقابل، ولذلك ستظل في المذيلة بالنسبة للمجتمع. لماذا؟ لعدة أسباب وعوامل احنا نعرضنا نعود ونعرفها. أولا لإقصاء الممنهج، وهذا الإقصاء تقريبا منذ تأسيس الدولة الموريتانية. الدولة الموريتانية أول الإرهاصات الأولية لها كانت في مؤتمر ألاك 1958، وهون غيبوا الحراطين رغم عنهم مكونة موجودة يغيروا غيبوا، وظل التغييب وارد حتى السبعينات محدنهم بدأ يطالبون بحقوقهم ويحاولوا عنهم يسايروا يغير جبروا كيف تقال عن القطار فات السياسي فات خطاه يغير ظلوا يحاولوا بكل حتى التسعينات. التسعينات 91 1991 بعد مظاهر السياسة اللي والله السياسة الديمقراطية الهجينة كما يسمي البعض حاولوا عنهم يلتحقوا بالركب. يغير ظلت المعوقات نفسها السابقة هي اللي عايق لهم. وهذه المعوقات سنقسمها، اولا صار عده عوامل لكن نقول لهم. اولا العامل الافتائي، هذا عامل مهم احنا مغيبين هون في مجتمعنا، كتبنا الصفراء وبعض الافتاءات وفي بعض كتاب المشهور من قالوا الافتاءات الفقهيه الكبرى الباب 12 الرق والعتق يقول عن ما سابق عهد او قديم عهد لا يمكن ان يترشح او يكون على راس من لم يمارس عليهم الرق، معناه منهم ملاسيا. إذا عن ما يقدر اليوم نقول عنا نطالبوا في بلدات فيها الأسياد على عن يعودوا هذول الحراطين يمثلوا نسبة معتبرة.